بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم، برنامج تحديات الحياة، مباشر على قناة الحدث اليوم. موضوع حلقتنا النهاردة هو السياحة الدينية، السياحة الدينية في الحج والعمرة، وده شيء هام جدا في حياة المسلمين في مصر والوطن العربي، وهو من أهم عوامل تحريك الاقتصاد الحر بين البلدين مصر والسعودية، لما لها من أهمية كبرى وعلاقات تجارية وسياحة بين البلدين. ولقد راعت غرف السياحة في مصر شروط هامة جدا عند الترخيص لنوعية ذلك الشركات، وعليه لابد من مصداقية التحقيقات من الحجيج وعمار بيت الله الحرام في مسألة السفر والإقامة والإعاشة. معانا النهاردة طبعا معانا النهاردة المفروض الخبير السياحي الأستاذ ممدوح عمر، مدير السياحة بشركة نيوليس والمدير التنفيذي. طبعا هو كان المفروض يكون معانا النهاردة على الهواء، ولكن هيكون معانا ضيف على التليفون نظرا لظروف ضوابط وزارة السياحة وبداية العمرة، وهو الآن موجود في غرفة شركات السياحة للتنسيق مع بعض الشركات. خلوني أرحب بضيفنا على التليفون. أستاذ ممدوح، أستاذ ممدوح معانا على التليفون. ألو أستاذ ممدوح، السلام عليكم. ألو أستاذ ممدوح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نتمنى وجودك معانا النهاردة في الاستوديو، ولكن نظرا للظروف احكي لنا إيه اللي حصل. أولا أنا بتقدم بالتحية للإعلام الكبير الأستاذ ناجي الخطيب، شكرك يا فندم، وكل العاملين بالقناة، وبقدم اعتذاري لحضرتك وللقناة وللسادة المشاهدين، وكنت أتمنى وجودي معاكم النهاردة، بس نظرا بقى الاجتماعات لينا في غرفة شركات السياحة الطارئة ومناقشة بعض أنشطة العمرة مع بعض الشركات بعد ضوابط العمرة اللي هي اعتمدتها لجنة الحج والعمرة أول أمس، فطبعا الضوابط ديت نزلت، فبنحاول بقى ان ننسق مع بعض الشركات لبدايه الموسم ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ ممدوح. الله يخليك. طيب عايزين نعرف ايه انشطه الشركه بشكل عام والشكل الديني بشكل خاص. اولا هو بالنسبه لانشطه الشركه الخاصه بشركه نيلوس للسياحه، احنا عندنا طبعا سياحه داخليه، المصايف، رحله اليوم الواحد، والسياحة الدينية الحج والعمرة هو أساس شغلنا كشركة. وكان في اجتماع لينا أمس مع السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أشرف بكر لمناقشة أمر هام جدا، وده طبعا أمر مهم لينا كشركة. إن احنا هنقدم طلب لوزارة السياحة باستجلاب سياحة خارجية. استجلاب السياحة ده إن شاء الله يعني يعتبر أمر مهم للاقتصاد القومي لينا. تمام. فإن شاء الله يعني بننسق كده مع استجلاب شركة سياحية من فرنسا، نحن نستجلب بعض السياح إن شاء الله الأيام القادمة بعد تقديم لينا لوزارة السياحة. بالتوفيق إن شاء الله. الله يخليك يا فندم. أستاذ ممدوح، عايزين نعرف إيه هي الضمانات الكافية عند التعاقد مع الحجيج والعمار في اختيار الفنادق القريبة من المزارات الدينية من عدم، ولو كانت بعيدة هل هناك في مواصلات يكون فيها إرياحية للعمار أو الحجاج؟ هو أولا بالنسبة للضمانات الكافية عند التعاقد، أنا بس هذكر نقطة ملامح من ضوابط العمرة بعد مناقشتها في اللجنة العليا للحج والعمرة، بقت ضمانات مالية عشان يبقى في أمان للعميل وجدية من الشركات ورعاية كاملة للمعتمد. أول حاجة بعد أحداث حج الزيارة أو الأحداث اللي حصلت في الحج، كان إسناد الأمر لغير أهلي، كان يعني المفروض أن المهندس ما بيتدخلش في أمر الطبيب ولا الطبيب بيتدخل في أمر المهندس، لكن النهاردة
اسناد الامر الغير اهلي، لقينا مع احترامي للجميع السماسرة بقوا يتدخلوا في موضوع الحج وينفذوا، والامر ده كله جه على الشركات. فكان هناك ضوابط صارمه وضمانات ماليه ان الشركه تلتزم مع العميل. من ناحيه الضوابط ديت من ضمنها في عقد بين الشركه وبين العميل، العقد ده فيه كل الضمانات الكافيه وفيه كل الشروط للعميل اللي هي ضمان حق العميل، وفي العقد ده تفاصيل الرحله من فنادق ووسيله النقل والسعر، والعقد ده بيندرج على بوابه، بيتم ادراجه على بوابه العمره، عشان لو يعني حصل اي مشكله وزاره السياحه بترجع للعقد دي بينها وبين العميل. اما الفنادق ان كانت قريبه من الحرم ففي شروط من وزاره السياحه ان الفندق لو بعد على مسافه مثلا 500 متر 600 متر ده بدون مواصلات. اما لو الفندق مساحته المسافه بينه وبين الحرم حوالي 1200 متر لازم يبقى فيه باص مجانا من الفندق للحرم. واحنا يعني بصراحه اكون صادق معاك، احنا ما بنشتغلش البرامج ديت على مدار السيزون خالص ان احنا نوفر اتوبيسات للناس، لا 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 مفيش الكلام ده خالص عندنا، احنا يا برنامج خمس نجوم يا برنامج اقتصادي. في رمضان بس نظرا لارتفاع الاسعار عشان انفذ نفس الرحله اللي هو بيندرج سعرها من 30 ل 35 في الايام العاديه، في رمضان نفس الفندق ده عشان اعمله له لازم سعره بيوصل لحوالي 90,000 100,000، فبنبعد بالمسافه عشان خاطر في شهر رمضان بس. تمام. عشان نقدر ننزل بتكلفه رنجها بيتراوح من 60 ل 65 وده بباص للحرم. يعني لما هتبعد بالمسافه هتوفر له باص يتحرك بيه برضه. طبعا باص ولازم بتقدم تعهد للوزاره. تمام. طيب استاذ ممدوح، هل في اشراف طبي لكبار السن اثناء الرحله؟ طبعا هو حضرتك عشان يطلع معتمر بدون مشرف دي وزاره السياحه دي من ضمن الضوابط بتاعتها منعت الكلام ده خالص، ولا سمسار يطلع مع مجموعه. بقى فيه مشرف اساسي، كنا الاول بيطلع مشرف على كل 135 معتمر. فمن ضمن ملامح ضوابط الوزاره السنه دي ان على كل 50 معتمر يبقى فيه مشرف، وده طبعا عشان يقدر يوفر ليهم الرعايه ويبقى فيه اهتمام اكتر من علاج، من لو معتمر تاه ما عرفش يوصل للفندق لازم يبقى المشرف طبعا على مدار ال 24 ساعه متابع مع المعتمرين. طيب ازاي نتفادى الاشكاليات التي قد تطرا في الرحله ذهابا وايابا، وايضا الاقامه والاعاشه، خاصه الاقامه والاعاشه بيبقى فيه شكاوى، ازاي نتفادى المشاكل دي يا استاذ ممدوح؟ هو اولا بالنسبه للشركه عشان تتفادى الاشكاليات، طبعا هو العميل قبل ما بيسافر بيبقى معاه برنامج اسمه برنامج رحله. برنامج الرحله لو انا جيت النهارده اخترت طياره لميعادها الساعه 12:30 الظهر او الساعه 3 العصر، فالعميل دايما بيقول انت كده ضيعت لي اليوم، فبضطر ان انا اجيب له طياره مثلا بدري الفجر عشان ياخد اليوم من اوله. بس انا بنبه على العميل بقول له احنا هنوصل الفندق 11 صباحا او الساعه 12، طب انا اداره الفندق مش هتسلمني الفندق او الغرف. طبعا كل فندق له سياسته من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 4. تمام. فعشان اتفادى الاشكاليات بيبقى معانا ناس كبار سن، فبحاول اكلم الريفرزيشن ان انا بستاذنه ان لو في بعض الغرف عنده متاحه يقدر يسلمها لي حسب عدد الغرف اللي انا مستلمه منه اللي انا حاجزه عنده، على اساس ان انا اوفر لكبار السن الراحه لحد ما يسلمني باقي الغرف. طبعا لو في شكاوى من نظافه، شكاوى من اي حاجه، لازم المشرف اللي متواجد مع المجموعه ليه دورات تدريبيه كل شهرين في غرفه شركات السياحه على اساس ان هو يقدر يبقى عنده فن التعامل مع العميل وضبط النفس، لان اكيد ممكن يتعرض لاي انفعالات من المعتمر، فلازم يبقى في عنده ضبط نفس، وفي نفس الوقت لازم يوفر ليهم سبل الراحه. وانا كشركه لازم اخاف على سمعه شركتي. تمام. لان النهارده احنا في مجتمع، النهارده لو طلع مجموعه معايا لما بترجع
اهاليهم واصحابهم وجيرانهم بيسالوهم انا كنت مع شركه نيلوس، طب ايه الاخبار؟ لا ده المشرف مهتم بينا، الشركه التزمت معانا بكل ما وعدت طيب. بيه. استاذ ممدوح، ان هو يعملوا للشركه سمعه. استاذ ممدوح، الاستاذ ممدوح، احنا هيبقى لنا مكالمه ثانيه ان شاء الله بعد ما هنطلع لفاصل اعلاني. بنشكر استاذ ممدوح الخبير السياحي لدى احدى الشركات المعنيه بالدرجه الاولى بهذه المهام التي ترفع قدر مصر وشعبها وشركتها السياحية في البلاد بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص. بنشكرك إلى أن نتواصل مرة تانية. هنطلع لفاصل إعلاني وهنستقبل ضيفتنا المستشارة القانونية البرنامج الأستاذة بسمة زكي. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة. رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وهنتكلم عن السياحة الداخلية. السياحة الداخلية وهي القناطر الخيرية، هي سياحة هامة جدا من عهد محمد علي باشا حتى عهد عبد الناصر الذي تم فيه عمل الأتوبيس النهري لهذا الغرض، والآن ليست موجودة بالقناطر الخيرية على خريطة السياحة الداخلية والدولية في مصر. لماذا؟ ودي أهم نقطة سياحية في مصر. خلوني أرحب بضيفتي الأستاذة بسمة زكي عزت المستشار القانوني للبرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. سريعا كده، القناطر الخيرية. القناطر الخيرية، أنا أهم حاجة تخصني في القناطر الخيرية إن أنا بوجه رسالة لوزير التعليم إن هو يعمل رحلات للولاد الصغيرين في المدارس، إن هي تبتدي تعرف القناطر الخيرية وتبتدي تيجي رحلات إن هي تتفرج على قناطر محمد علي وتشوف الفرعين رشيد ودمياط، وده هينمي السياحة الترفيهية بالنسبة لأولاده، يعرفهم على معالم بلدهم السياحية في القناطر الخيرية وخصوصا جنينة عفلة. شكرا أستاذة بسمة، ونعود لتواصل المكالمة الهاتفية مع الخبير السياحي الأستاذ محمود عمر. معنا أستاذ ممدوح عمر، آسف، معنا أستاذ ممدوح. أيوة فندم، مع حضرتك. إحنا بنتكلم عن السياحة الداخلية. أستاذ ممدوح، إحنا قدامنا دقيقتين في إيجاز كده، رسالتك توصلها لمين وتحب تقول ايه؟ هو اولا انا بتقدم بالتهنئة لمعالي محافظ الأليوبية المهندس ايمن عطية لتوليه منصب المحافظة، وبشكر معالي المحافظ على مجهوده وقيامه بجولات ميدانية لمدن المحافظة وبالاخص مدينة القناطر الخيرية. وطبعا هو في زيارته الاخيرة قام بزيارة قرية مجانة وشدد على ضرورة إعادة القناطر الخيرية لعهدها السابق والاستفادة من الأماكن السياحية وتطويرها. أولا نتمنى عودة البواخر النيلية يا أستاذ ناجي، كان منذ 20 سنة كان في بواخر نيلية بتيجي من مزبيرو للقناطر ديت لطلبة الجامعات وطلبة المدارس، كان رحلات اليوم الواحد للقناطر. للقناطر الخيرية طبعا بتمتاز بالحدائق النيليه ومتحف الراي وبها يعني استاذ ممدوح أثرية. استاذ ممدوح اسف على المقاطعه، احنا وقتنا كده تقريبا انتهى. استاذ ممدوح، قناه الحدث اليوم وبرنامج تحديات الحياه بيوجه لحضرتك دعوه ان حضرتك تبقى معانا هنا في الاستوديو علشان تتكلم باستفاضه. ونشكر الاستاذ ممدوح عمر الخبير السياحي مدير السياحه بشركه نيوليس والمدير التنفيذي. بنشكر الأستاذة بسمة زكي عزت، ونشكركم جميعا. وأيضا في معلومات هتبقى كتير إن شاء الله على القناطر الخيرية، وإلى لقاء آخر وسياحة جديدة ورؤية جديدة ومصر جديدة. أشوفكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.